السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شيموا. اليوم جيناكم بحلوى تقليدية حبوبة وشوية منسية اللي هي الغريبية. هذا الحلوى اللي يبغوها الناس، مي شوية تنسات وما هيش بالدولة بزاف. اليوم راح نشوفوها بطريقة تقليدية وبكل تفاصيلها. واش نحتاجوا لهذا الوصفة؟ هي مقاديرها بسيطة، لكن طريقة صنع الحلوى هي اللي تختلف من منطقة لأخرى، وهي اللي تخلي لها الخصوصية تاعها. بون، بلا ما نطول عليكم، واش نحتاجوا في هذا الوصفة؟ اولا انا درت كمية رطل تاع فرينة، انتم تقدروا تضاعفوا المقادير. عندي 250 غرام سكر غلاس، 250 غرام زبدة عطرية، عندي نص كاس زيت، قرصة تاع ملح ضرورية، عندي القرفة، وعندي نص باكي تاع خمارة. بيان سور اولا دائما نديروا قرصة الملح في الفرينة. قلت لكم بلي عندي هنا رطل تاع فرينة، انتم تقدروا تضاعفوا الكمية اذا حبيتوا كمية اكبر. بون، فوت السكر كالعادة في التامي ولا في الشينوا، فوتو مليح باش نتاكد باللي السكر صافي من كاع لي غويمو. فوالا، نبدا بالنواشف كما تعرفوا، دائما في الحلويات نبداو نلمو النواشف. نزيدو نص باكي تاع خمارة، ثاني فوتو في التامي في الصفاية، وخلط النواشف كامل مع بعض. منزيد قبل ما نخلط نزيد رشة القرفة. هاد رشة القرفة هي اللي تعطي، هي في الغوسات التقليدية. دروك كاين اللي راهم يديروا لافاني، مي انا بغيت حبيت هنا في هاد المناسبة ندير لكم الغريبية على اصولها. معناتها انت انا ما تبغيش القرفة تقدري ديري لافاني سون بروبليم. ونزيدو 250 غرام تاع مارغاري، شوفوا راهي طرية بزاف. ونزيدو نص كاس تاع زيت. هذا واش فيها الغريبية، هذا واش فيها. ونخلطو مليح. بيان سور كاين الناس يديرو غريبية سولمون بالزيت، مي اون فان كونت تجي يابسة شوية. مي كي تخلطي المارغارين بالزيت تجي طرية. بون، هنا نخلطو مليح بيدينا ونخدمو تخي تخي بيان لاباط تاعنا. نتأكدو بلي كامل الفرينة تليمت بالزيت والزبدة اللي عندنا. هنايا جينيت شوية في البول، الوغ جبت جفنة وبديت نخدم كيما داك تشوفوا. فوالا، ونبدا نحك بين يديا كبين صباحتيا باش نتاكد باللي لي دام ولا السوائل دخلت كامل في الفرينة تاعي. فوالا، بيديا نخدم. فوالا، كيما قلت لكم هنايا الاناء الاول جاني شوية صغير، درت جفنة. توما كاريمون من الاول بداو تخدموا في جفنة، ونبدا نخدم بصباعتي ونحك مليح. فوالا، ونلين فيها او ميم طون، ونشوف القوام تاعها الى ساعدني ولا لا. لا فوالا، كو تشوفوا هنايا راني نلين فيها، ونشوف اسكو قريبية تقدر تتلايم لي بهذه الكمية ولا لا. لا هنا شفت بلي ما قدرتش، وتشوفوا غير محط يدي تتفتت، دونك ما تقدرش تلايب لي. زدت مغروف تاع مارغارين كيما شتو، عندنا 250 250 غرام تاع مارغارين، شت بلي ما كفاتنيش، زدت مغروف كبيره وعاودت لايمت هاي المغروف الكبيره اللي زدتها. فوالا، ولايمت لاباط تاعي. فوالا، لايمت لاباط تاعي تري تري بيان. هاي هنا تحصلت على إنبول. نوزن بيان سيغ، نتوما اللي ما عندهاش ميزان دير عينها ميزانها، من ميزان احسن يعطيك اشكال كامل كيف كيف. هنايا كل حبه وزنتها ب 40 غرام، 40 41 غرام. ونبدا نخدم فيها على الكف تاع يد تاعي، نصنع جون دو بيراميد كما راكم تشوفوا. يلا
جور دو بيراميد كيما راكم تشوفوا بهذه الاشكال. هذه طريقه تقليديه، دوك راهم يديروا لي مول، يديروا بامال دو شوز. هنا انا بغيت نعطيكم الوصفه التقليديه القديمه، ان شاء الله في مناسبات اخرى نديروا اشكال مختلفه وطرق مختلفه، ونديروا بيان سيغ هذاك لو تخو او بو باش نديروا فيه القرفه. هنا راني وزنت كامل الكميه اللي عندي 40 غرام، وبديت نخدم حبه بحبه. ما تديلكش الوقت بزاف، حلوه خفيفه. مكوناتها كيما شفتوا ماهيش مكلفه، موجوده في بيتك، قادر في ساعه نص ساعه توجدي لولادك حلوه. كيما راكم تشوفوا راني في كف تاع يدي انسيي، فوالا انسيي نصنع الحبه تاع الغريبيه تاعي ونحطها في السني اللي يروح للفوق. اني فرشاه بابيي كويسو، البابيي كويسو يساعدني باش ما نزيدش الفرينه وما نخليش لاباط تاعي تجي ناشفه اكثر، وثاني الطياب تاعها يجي شباب ويجي نقي. فوالا كيما راكم تشوفوا جو في دي بيراميد في الكف تاع يدي، نصنع دي بيراميد ونحطهم في الفوق حتى نكمل كامل الكميه اللي عندي. هنايا راني دايره قاعد يدخو، نبدا نديكوري باللوبو تاع المغرف شويه قرفه، جو برون نفد شويه قرفه ونحطها في اللوبو تاع لو فوالا لو توب تاع الحبه تاع الغريبيه تاعي. هذه التقليديه، هذه اللي كنا نديروها والدينا يديروها وجداتنا كانوا يخدموا هكا. مي كيما قلت لكم دروك تغيرت، انا حبيت برك ندير لكم الطريقه التقليديه. اذا عجبتكم نزيد ندير لكم طرق عصريه. تقدري ديري حبه تاع اللوز ترشقيها في الـ في الـ في القرفه وترشقيها في الحبه تاعك الفوق. بيان سيغ راني مسخناتو على 180 درجه، المغربيه ما تحبش النار القويه، هي 180 درجه. طيب شويه من تحت تولي غاز كما راكم تشوفوا، ومن بعد نشعلها الفوق ابان تولي لا كولور ناكري، ما توليش بيضاء وما توليش غاز. وكما راكم تشوفوا هاي الحلوه في طبق التقديم، فوالا هاي الحلوه تاعنا في طبق التقديم، وان شاء الله تكون عجبتكم. واذا عجبتكم كيما دائما ما تنساوش انجام ان بارطاج مع لي زامي تاعكم، ونقول لكم بقاو على خير.